دعاء بالعتق من النار في رمضان. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، اقترب رمضان، اقتربت أيام العتق من النار. اللهم إن لك كل ليلة في رمضان عتقاء من النار. اللهم إنا ندعوك قبل أن يدخل رمضان، اكتبنا هذا العام من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا هذا العام من عتقائك من النار. اللهم حرم النار على أجسادنا وعلى أجساد أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم اكتب لنا براءة من النار في رمضان هذا العام. اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى في رمضان هذا العام. اللهم حرم النار على أجسادنا وأجساد أبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إن حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد، وأنت الرحمن الرحيم وأنت الودود. فيا رب كما أكرمتنا ببلوغ هذه الأيام الكريمة، أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، واعتقنا من النار، واكتبنا من أهل الفردوس الأعلى. يا رب اكتبنا في هذه الليالي ممن رضيت عنهم. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم يا رب بلغنا ليلة القدر هذا العام، وأجب دعاءنا كله هذا العام. يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.